1952 وتسكر 29 سنة. فإحنا جماعة تيرو فتحنا هيدي السينما عدناها هون. بدي أعرفكم عليها هلأ بالتفصيل. هون قاعة الانتظار، هون عنا المسرح والسينما، عنا هيدي آلة التصوير كانوا يستعملوها أيام زمان لما فتحت السينما، قديمة جدا قديما جدا جدا. هلأ بقلكم وين كانت وكيف كانت تشتغل. الشخص اللي بيكتب الفيلم أو بيكتب المسرحية أو المسلسل اللي عم نعمله، فهن اثنين السينما الباقيين بصور هن هيدي السينما اللي اسمها سينما ريفولي وسينما الحمراء. هودي المقاعد تبعونا. الصور كيف تظهر؟ هيك كنا بنشوف الصور. ندبك. فإذا المسرح هو بسموه أبو الفنون، يعني هو البي تبع كل الفنون. ليش؟ لأنه أنت بالمسرح تقدر تمثل، تقدر تغني. هيدا الشيء من زمان اللي بيشغلوا فيه بالسينما. سينما وقتها من زمان كانت كتير صعب السينما، وكيف هلأ سهلت الكراسي. وكيف الكراسي كانوا. طيب هون مثل ما أنتم شايفين هذا البلكون بسموه البلكون، نحن عادة بنستخدمه برا البيت، البلكون البرندة يعني. فهذا البلكون تبع السينما، هون للسينما بنحضر افلام. فتحت اسمه صاله وفوق اسمه بلكون. شفت انا شفت مصباح، هي عايزني تعيش فيها. شفتها هي قديمه كتير كتير قديمه. انا بحبها كتير كتير. الله لك يا عمي. نجم هذا المطرح كتير بيهتموا بالفن وبقصص المسرح وهي. قبل شوي ما فرجيتهم هيدا تيكتس تبع سينما ريفولي القديمة. اوكي رح اعطيكم. شفتوا تحت الماشين يلي كانت تطلع الافلام صح؟ كانت كتير قديمة وكتير كبيرة. هلا كيف صاروا يعرضوا الافلام؟ بقلب هيدي الغرفة في لابتوب جوا، في العدة كلياتها بس كتير صغيرة، يعني دغري بتكبسة كبسة بيطلع الفيلم قدامكم هون. بس زمان كانت الماشين هيدي كانت محطوطة فوق. شفتوا هيدول الشبابيك اللي فوق الصغار؟ منهم كانت تطلع البروجيكشن ينعرض تحت على هيدي الشاشة. أنا متحمس جدا. ثلاثة أيام في الإعدادية وثلاثة أيام في الثانوية كانت أياما صعبة. من حسن حظي أني أخذت يوم عطلة بين المرحلتين وتمتعت بالسفر في القفير. I saw old movies and about posters. And we watched two movies and we saw how in the old days they made the movies and the projectors and how would they make the movies long time ago. هون كان يلعب هالبروجيكشن، كان يعملوا هون الافلام القديمة. هذا هون ضوء. هون كان بكت الفيلم. كان ضوء. سلام الحبيب التاج عائل. احمد شو اكثر لون بتحبيه؟ ازرق. ازرق. شو اكثر لون بتحبوه؟ النواتر. هو الشخص اللي بيقول قصص، اللي بيحكي وبيروي ودائما بيستخدم السرد بحكايته، بيقول كان يا مكان. كل القصص لما اهلنا يحكوا لنا اياها هي عبارة عن حكواتي قديمة. لما ما كان في سينما وما كان في تلفزيون، ما كان في انترنت، ما كان في واتساب، ما كان في يوتيوب، كان يجي شخص على قلب الأحياء، على قلب المقاهي، على قلب الساحات العامة ويقعد ويحط هالطربوش ويلبس لباس معين ودائما يكون معه عصايته ويوقف ويحكي قصص للناس ويقول لهم كان يا مكان. جحا قال له أنا عندي 150. قال له أوكي خذوا. أخذ جحا حماره ومسك الحمار جابه ربطه هيك وطلب يزحف. القصص اللي بنسمعهم دائما مثلا قصة جحا، عنتر وعبلة، زير سالم، هودي القصص اللي الناس تقعد تسمعهم مثل ما بنقول كان يا مكان بقديم الزمان. كان يا مكان
بتحبها ليلى. وفي يوم من الأيام وقالت أم ليلى لابنتها بأنها ستأخذ قطعة الحلوى في بلدتها لأنها مريضة. اليوم بس إجينا لهون شفنا صور كثيرة وأشياء حلوة ما شفناها من قبل، وأنتوا فرجتونا على أشياء قديمة وحلوة كثير. وكمان بالسينما بالمسرح شفنا أشياء كثير حلوة، ومثلا وحلا مثلا جحا والنام ولالا الذئب، كانت القصة كثير حلوة. شفت اشياء كتير حلوه ما كنت شايفتها قبل، وحتى هيدي البنت اللي كانت عم تحكينا عن مكنه ما كنت بعرفها، شفنا فوق اشياء كتير حلوه جديده. كان ام ليلى قالت الام لليلى قالت بس ما تروحي على الغابه، قالت ليلى هون. قامت راحت ليلى تجيب لها كعك لستها وقبل ما تنام على التخت مكانها، قامت اجت ليلى لعند ستها عشان توديها الكعكات. قامت استغربت ليلى ليش لقت ستها هيك. كيف بتعرف كيف بتسمع عيدة؟ لا لا ما تسمعي عيدة، اعملي ستة. انا بعرف ستة، انا لحظة. هي ستة. ها 1 2 3 4 5 6 بليز. يوم شفنا بالسينما الأليفة كتير أشياء قدامة كتير، وحضرنا مسرحيات كتير انبسطنا ولعبنا وانبسطنا. أو 7 أوكي. طيب طب سقفوا لهم برافو. طيب هلا حاعطيك أنا تفاحة وما عادش بتسرق من البستان غير يا تسأل، وهلا فيك تروح. سقفوا لهم برافو. شفت أفلام تمثيل أشخاص الناس. أوكي شو حكمك سيادة القاضي؟ تتعلق على الشجرة لأنك جاوبت القاضي. ايه لا تتعلق بدرزك. كنا هلأ عم نحكي قصص انه كيف كانوا من زمان، كيف كانوا يعملوا، ما كان في سينما، كانوا يوقفوا ويحكوا حكاية لحالهم، يجمعوا كلهم ويشوفوا انه كيف كانت العالم بسميتها. ايه